أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أعلنت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عن نفاذ مشغلات الكشف عن فيروس كورونا المستجد، ما أدى إلى توقف العمل داخل معظم مختبرات المركز. وتمت مخاطبة اللجنة العلمية الاستشارية لتوفير هذه المشغلات بشكل عاجل وبكميات تتماشى مع الوضع الوبائي في البلاد. نواصل مع أخبار فيروس كورونا، حيث نفت إدارة فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالزاوية في تدوينة صحة الأخبار التي تم الترويج لها على أن منطقة الواسع جنوب المدينة هي منطقة موبوءة بسبب هذا الفيروس، واعتبر أن ما وقع ترويجه من أخبار مزورة وهي عن صفحة غير حقيقية. من جهتها جددت المؤسسة الوطنية للنفط دعوتها لرفع الإغلاق المفروض على منشآتها النفطية حتى يتمكن شركاؤها الدوليين من تقديم الدعم لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. وأكدت المؤسسة التزامها بتقديم الدعم اللازم لكافة مناطق عملياتها المنتشرة في البلاد. في موضوع آخر، أعلنت شركة البريغا لتسويق النفط أنه تم الاتفاق على أن يكون اليوم يوماً خاصاً بتزويد الشركات بالوقود فقط دون بيعه للمواطنين حتى انتهاء فترة الحظر، بالتوزيع على 5 محطات لكل شركة يتم تسميتها من قبل لجان إدارات الشركات. وستعمل تلك المحطات على بيع الوقود للمواطنين بنظام 24 ساعة دون توقف بداية من الغد، باعتماد خطة تساهم في التعجيل بإنهاء الازدحام المسجل على المحطات. كما ستستمر عملية التشغيل الخاصة بغاز الطهي لتغطية احتياجات السوق. نبقى مع أخبار الوقود، حيث شرعت محطتي تمنهن وزيغاً للخدمات النفطية ببلدية وادي البوانيس في تزويد المواطنين بالبنزين بعد وصول كميات من الوقود من مستودعات شركة البريغا. التعبئة زي النظام الأول، بطاقة تعبئة الكروت يعبي تاريخ اليوم، بعد يومين أو ثلاثة أو أربع أيام حسب التاريخ يرجع نعقول التعبئة الثانية، ونطلب من أخوان المواطنين مساعدتنا في عملية سير العمل على حسب الوجه. شهدت الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية استقراراً نسبياً بعد عجز تم تسجيله إثر خروج الوحدة الثالثة بمحطة السرير بقدرة إنتاجية 210 ميجاوات، وخروج حقل التحدي المغذي لمحطة كهرباء شمال بنغازي وزويتينا بواقع 65 مليون قدم مكعب من الغاز نتيجة عطلة. في موضوع آخر، أعلنت مصلحة المطارات عن إيقاف تقديم كافة الخدمات لشركات الطيران التجارية من مطار مصرات الدولي إثر حريق تعرضت له محطة الركاب بالمطار. وسيتم استئناف رحلات شركة الطيران التجارية المغادرة مجدداً من مطار معتيق الدولي ابتداءً من الأحد 9 أغسطس الحالي، نظراً لأعمال الصيانة التي يتم تنفيذها. وقبل أن نختم هذا الموجز، إليكم لمحة عن الأسعار المتداولة للمواد الغذائية ومواد البناء والعملات. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذا الموجز الإخباري، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.